الفيديو ده مش معمول عشان نخسف حق الام بس عشان نراعي الاب شويه. طبعا الست هي اللي بيطلع عينها في التربيه والمذاكره والبيت، الاب برضه بيطلع عينه على فكره في اتجاهات تانيه في المسؤوليات والشغل وجاموسه في ساقيه طول اليوم، بس الفرق ما بينهم ان الست هي اللي بتشتكي على طول، الاب انت مش اتجوزت وفتحت البيت يبقى ما تفتحش بقك، مسؤولياتك يا حبيبي. اما الست على طول فهي ماليه الدنيا صراخ بالمسؤوليات واللي وراها. حتى جمله والله هسيب لكم البيت واطفش ومحدش يعرف لي طريق، دي جمله شهيره للام، انما الاب بياخد فوق دماغه وهو قاعد مبتسم، ما ينفعش يبان انه ضعيف، ما ينفعش يبان انه متضايق. الست بقى لو ما جالهاش هديه ممكن تتقمش شويه بتاع، انما الاب اصلا بيكتشف ان هو في حاجه اسمها عيد اب بالصدفه، لو احتفلوا بيه وجابوا له تورته فبيبقى هو اللي دفع ثمنها. بعدين حتى الاسر اللطيفه اللي بتحتفل بعيد الاب وبتاع لما حد بيعرف من بره ان هم عملوا كده بيتريقوا عليهم، ده انت اسره متامركه خالص بتحتفلوا بعيد الاب وفاذرز داي وبتاع، رغم ان هو الفجر ضارب ماسك ابو رجل مسلوخه ونازل يحتفل بالهالوين. طب احتفل بابوك يا اخي، هو ابو رجل مسلوخه اللي بيصرف على امك. وبعدين الاغاني بقى، كل الاغاني عن الام بس، اللهم اغنيتين اللي افتكرتهم للاب، اغنيه بابا فين وكانت اغنيه كوميدي، وتحس ان مغزى الاغنيه ان في واحد مديانه بيسال على الاب اللي هو بابا فين، عليه ايجار ما دفعوش، بابا فين، فلوس الصيانه عشان الاسانسير. الاغنيه الثانيه كان محمد هنيدي مين حبيب بابا، وايه الاب اللي كان بيغنيها لابنه، وتحس ان هو ماسك له عصايه اللي هو مين حبيب بابا، يلا ولا مين حبيب بابا. كان في سياق الدراما. الام بقى ماما زمانها جايه، طب ليه مش بابا زمانه جاي؟ ما ماما موجوده على طول في البيت، بابا هو اللي طالع عين اهله بره على طول. وبعدين ماما زمانها جايه ده تحس انه تهديد، هو ماما زمانها جايه ولو لقيت البيت متكركب هتخرب بيوتكم، ماما زمانها جايه لو ما خلصتش الواجب هتعلقك من عرقوبك. بعدين بابا ده لما بيجي بيبقى راجع عرقان وطالع عين اهله وشايل بطيخه تحت باطه، اول كلمه بتتقال له ها جبت لنا ايه معاك، يبقى مين المفروض يتغنى له غير ان هو اصلا بيتحط في الفجر او في صوره التهديد، هو لو ما عملتش كده هقول لابوك. كمان بتشوهوا صورته ليه يا جدعان؟ يقال والله اعلم ان اغنيه اعز الحبايب كانت معموله للاب، سكدوها وغيروها. طبعا الاب قالوا له بص بقول لك ايه، عايزين نفرح الممحونين، فرع باب الاغنيه. زي ما قلت احنا مش بنخسف حق الام، بس ندي الاب شويه تقدير، نقول عيد اب واحنا طيبين. الفيديو